أسعد الله صباحكم مشاهدينا، لقاء جديد يجمعنا معاكم في برنامج ترانزبي، حلقة خاصة تتناول أبرز الهاشتاجات والأخبار المتداولة بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد. البداية من ذاكرة يوم وقف فيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمام جلسة خاصة لمجلس الأمة لأداء اليمين الدستورية لتشرق في سماء الكويت شمس عهد جديد، عهد يقود دفة قيادة قائد حكيم كان العضيد والسند لأخيه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه. نشوف معكم هذا المقطع من حساب الأخبار والبرامج السياسية في منصة تويتر. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه. إنجاز كبير ورغم التحديات نقف اليوم أمام الذكرى الأولى لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. وبهذه المناسبة السعيدة قدم وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح التهاني والتبريكات لمقام سموه حفظه الله ورعاه بتغريدة عبر حسابه في منصة تويتر. من قادة وقوات يستذكر الحرس الوطني عبر حسابه في تويتر بكل فخر واعتزاز، مسيرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الحافلة بالعطاء احتفاء بهذه المناسبة الطيبة. سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، صدق الله العظيم. فإن مواصلة التدريب الشاق لرفع كفاءة القتالية للقوات إنما هو من الواجبات الأساسية للحرس الوطني، إذ إن كل قطرة عرق أثناء التدريب إنما هو تحفظ الكثير من الدماء الطاهرة أثناء المعركة. للإنسانية دار وأهلها قادة كرام وموطنها بلد السلام،
وبهذه المناسبة الطيبة ينضم لأسرة ترانز خالد الزيد مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر بهالمداخلة الصوتية والحصرية. بعد مرور عام على تولي أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم حفظ الله ورعاه، كانت له بصمات واضحة في العمل الإنساني، ولا شك من ضمنها طبعا كان ملف اللبناني. فمنذ انفجار مرفأ بيروت سعى صاحب السمو إلى توجيه طائرات الإغاثة والمساعدات الإنسانية التوجه إلى لبنان وتقديم العون والمساعدة الغذائية والطبية وتقديم المشاريع الإنسانية والإغاثية للأشقاء في لبنان. ولكن فعلا وكانت هناك 18 طائرة ما يعادل 1000 طن محملة بهذه المواد الإغاثية بشكل عاجل. وتوالت هذه الرحلات من خلال جمعية الهلال الأحمر الكويتي في تقديم العون لهم. لا شك أن البصمات واضحة، ولا شك أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه امتداد للمغفور له والراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الله يرحمه ويغفر له مثواه الجنة إن شاء الله. وكل الشكر والتقدير للقيادة السياسية على رأس حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على متابعته الحثيثة للملف الإنساني لتبقى الكويت واحة للسلام والأمن وواحة لتقديم العون للمضعفاء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة سواء داخل الكويت وخارج الكويت. وستظل الكويت منارة للعمل الإنساني والإغاثي، والهلال الأحمر الكويتي مستمر العطاء الإنساني بتوجيهات صاحب السمو. عن الوفاء ومعاني الولاء وتحت راية السمع والطاعة، غرد النشطاء بصفحات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغات عديدة تزامنا مع هذه المناسبة الغالية على قلوب الكويتيين مجددين العهد والحب لقيادتنا الرشيدة بأسمى عبارات الثناء والفخر والتباهي بوطننا الغالي. خبرة طويلة ومناصب عديدة تقلدها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صقلت من خلالها حنكته السياسية ليحقق إنجازات محلية وخليجية وعالمية أثناء تقلده مسند الإمارة. نسمع معكم مداخلة حصرية من الإعلامي والكاتب الصحفي وليد الأحمد بخصوص هذا الموضوع. عندما يعني نتحدث عن سمو أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد وناس التوليه سنة على مقاليد الحكم، يعني لا شك عدة محاور ننطلق منها، يعني ننطلق من منطلق الخبرة، نتحدث عن الصعيد المحلي الصعيد الخارجي. يعني إذا تكلمنا عن الخبرة فجاء سموه يعني إلى هذا المنصب بعد سنوات طويلة من الخبرة، يعني كان محافظ حولي، ايضا تقلد منصب وزير الداخليه وايضا وزير الدفاع، وزير الشؤون الاجتماعيه، نائب رئيس الحرس الوطني، يعني كان نائب لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه، حتى تولى يعني ولايه العاد في 2006، يعني مده 14 سنه يعني مارس فيها العمل السياسي، العمل الاقتصادي، العمل الاجتماعي. فلا شك ان بهذه الخبره عندما يدير البلد لا شك بان ياتي بثمارها. على تكلمنا عن الصعيد المحلي، واجه طبعا تحديات كثيره. اول تحدي وابرز تحدي هو الكورونا، فيروس كورونا اللي اكتسح العالم وحطم العالم. يعني نشوف حتى بالكويت الان معدلات الاصابه قليله، الوفيات قليله، يعني المركزه يعني بدات في انخفاض واضح. لذلك يعني البلد تسير باتجاه صحيح، وحتى الان خلاص على اساس ان البلد تفتح الابواب وتفتح المطارات وما إلى ذلك. إذا تحدثنا أيضا على الصعيد الخارجي، أبرز نقطة ركزت عليها الكويت في بان تولي سمو الأمير الحكم القضية الفلسطينية على الصعيد الخارجي، تركيز واضح، هذا يؤكد الهوية الكويتية الواضحة.
الهوية الإسلامية، الهوية العربية، الدفاع عن الحق. رغم الضغوطات اللي تعرض لها الكويت، لكن الكويت خط سيرها في هذا المجال خط واضح لا يحيد ولله الحمد. من مملكة البحرين الشقيقة تهنئة خاصة تتضمن معاني الأخوة وتؤكد على دور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في حنكته السياسية وخطواته الدبلوماسية في التعامل مع جميع القضايا المحلية والدولية. بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة مرور عام على تولي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مقاليد الحكم، فعلا كان سموه خير خلف لخير سلف، فسموه داعم كبير للقضايا العربية، لدعم العمل العربي المشترك، للهموم العربية. استمرت الكويت في أنه دائما في طليعة الدول العربية، داعم للشعوب العربية، للدول العربية، فنحن كبرلمان عربي نقدر عاليا هذه الجهود التي يقودها سمو الأمير بكل حنكة وبكل قدرة وبكل اقتدار، إضافة إلى المبادرات الكثيرة التي تبناها داخل الدولة الكويتية. طبعا الشعب الكويتي عزيز، وسمو الأمير يقوم بدور كبير في دعم الديمقراطية داخل الكويت، إضافة إلى دوره في قيادة الكثير من مبادرات على المستوى العربي. الكويت دولة مهمة في المنظومة العربية، مساعي سمو الأمير داخل الأمة العربية مساعي كبيرة ومقدرة من القادة ومن الشعوب العربية. نحن دائما في البرلمان العربي نرى أن الكويت دائما هي صمام أمان مهم داخل الأمة العربية، وندعم كل الجهود اللي يقودها سمو الأمير. فسمو الأمير له مكان كبير في نفوسنا كشعوب عربية. دولة الكويت دورها القيادي والريادي داخل الأمة العربية على مستوى المنظومة العالمية دور حميد، ودور نتشرف فيه احنا كدول عربية كبرلمان عربي. ونتمنى أن يستمر سمو الأمير في قيادة هذا الدور الحكيم المشرف الذي هو مشرف لكل الشعوب العربية لكل الدول العربية. تحت مظلة الولاء والانتماء يحتفي حساب مشروع كويتي في تويتر بهذه المناسبة، مستذكرا بمقاطع الفيديو تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم في البلاد. وأنني إذ أتصدى لحمل المسؤولية الجسيمة بروح الأمل والطموح، لعاهد الله وعاهد شعب الكويت وعاهدكم أن أبذل قاية جهدي وكل ما في وسعي حفاظا على رفعة الكويت وعزتها وحماية لأمنها واستقرارها وضمانا لكرامة ورفاة شعبها، وتسلحا بدعم ومساندة أهل الكويت المخلصين. سائل الله العون والسداد والتوفيق. الختام مشاهدينا مع حساب الدستور في تويتر ووقفة مع تغريدة تداول فيها المواقف والمبادرات السامية في عهد سمو الأمير حفظه الله ورعاه اللي عززت نهج الكويت الإنساني على الصعيد الدولي. سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير التواضع والخير ووجه الكويت الإنساني المشرق، حفظك الله وسدد خطاك وجعل في يدك مفاتيح الخير لوطننا الغالي وطن النهار، ولك منا السمع والطاعة. في أمان الله.